بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رسالة الأربعين في هذه الزيارة، ونحن في زيارة الأربعين نذكر بعض الظواهر الإيجابية الثابتة والمتوارثة جيلاً بعد جيل في زيارة الأربعين. من هذه الظواهر الإيجابية هي ظاهرة الكرم والعطاء. في كل عام نجد أن الأجيال المتعاقبة تحرص أشد الحرص على حمل لواء الخدمة الحسينية، فها هم يتسابقون من أجل تقديم الخدمات وإضافة اللمسات التي تعبر عن ولائهم لأهل البيت عليهم السلام، حتى أصبحت صور الكرم الحسيني في زيارة الأربعين هي مضرب الأمثال. وهذا الكرم الحسيني ارتفع صيته على جميع صور الكرم على مر التاريخ بما يحتويه من الكمية ومن النوعية، حتى أصبح من الصفات المميزة لهذا الشعب العراقي الكريم بجميع فئاته على حد سواء. فالجميع يقدمون ما يتمكنون عليه في ثواب الإمام الحسين للزائرين، ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا بأن خدام الإمام الحسين عليه السلام يفضلون زوار الإمام الحسين حتى على عوائلهم وحتى على أنفسهم. ويزداد عطاء المؤمنين عاما بعد عام. كل من سار في طريق كربلاء يشهد هذا التنوع وهذه الزيادة بشكل واضح جدا. وبإمكاننا أن نقول بأن زيارة الأربعين هي موسم العطاء، هي موسم العطايا التي تخرج الناس باتجاه الإمام الحسين بهذا العطاء والكرم، تخرجهم من شحهم وبالتالي يتوجهون إلى الكرم وإلى العطاء، ليس فقط في هذه الزيارة وإنما في كل حياتهم في مجالات مختلفة، كإخراج الحقوق الشرعية، كدعم المؤسسات والمشاريع الخيرية، كفالة الأيتام والمعوزين أيضا والمحتاجين، وهكذا بسائر شؤون الحياة. قضية الكرم والبذل والعطاء في زيارة الأربعين للإمام الحسين، هذا ما جرت عليه سيرة شيعة أهل البيت في كل البقاع التي سكنوها. يذكر السيد هاشم معروف الحسني أن الفاطميين كانوا في يوم عاشوراء ينحرون الإبل والبقر ويقدمون الطعام للناس، وأيضا يبكون على الإمام الحسين ويتوارثون مظاهر الحزن والأسى، واستمروا على ذلك حتى انقرضت دولتهم. فهذا التعهد على العطاء والكرم لهذه السنوات الطويلة لم يكن وليد صدفة أيضا، هذا له جذور غرسها الإمام الحسين سلام الله عليه، فهو الذي أسس هذا الكرم الحسيني الذي نراه في زيارة الأربعين وفي غيرها، لأن الإمام الحسين قدم أعز ما يمكن أن يقدمه الفرد. فتلك الدماء التي سالت على أرض كربلاء لم تذهب سدى، نراها الآن قد أينعت وأزهرت كرما وعطاء. جسدها أنصار النهضة الحسينية، جسدها قدام أبي عبد الله الحسين من سنة 61 هجرية وإلى يومنا هذا، وحرارة تلك الدماء تلهب حماس قدام أبي عبد الله الحسين وشيعة أمير المؤمنين، بل أنها أثرت حتى على الإنسانية جمعاء، ولا زالت حرارة هذه الدماء وهذا العطاء الحسيني وهذا الكرم الحسيني إلى يومنا هذا، كرم مستمر بعطائه، وما كما تشاهدون وتلاحظون الآن على طريق زائري أبي عبد الله الحسين، الكل يسعى لأن يقدم كل ما يتمكن عليه للزائر من أجل راحته
ومن أجل توفير المساعدة له في شتى أنواع الأطعمة وفي شتى أنواع الكرم الآخر. هذه رسالة نقدمها في هذه الحلقة لجميع الناس أن يبذلوا كل ما يتمكنون عليه في سبيل المحافظة على هذه الشعائر الحسينية. وورد في الرواية: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالعطية. لذلك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يخلف على المؤمنين بالرزق الوفير ويعوضهم إن شاء الله برزقه الجزيل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.